بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أيها الأحرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أيها الأحرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا أخواني والحمد لله، وقف نواب الأمة موقفا ردوا فيه بعض اعتبار الشعب الكويتي الذي أهينت كرامته وامتهنت عندما ضرب بدون سبب في ندوة أخونا جمال حربش في صليبيحات. وهذا ليس نهاية المطاف، هذه بداية الخطوات لرد الاعتبار للأمة. وأنا أقول كما قال من قبلي من أخوان النواب، أقل ثمن يجب أن تدفع هذه الحكومة هي الاستقالة ورحيلها، وأقل ثمن يجب أن يدفعه سمو رئيس مجلس الوزراء، مع احترامنا له وعدم اتخاذ أي موقف شخصي، ولكن الكويت أكبر من الجميع أن يرحل ونأتي برئيس وزراء جديد يحوز على ثقة حضرة صاحب السمو وثقة الأمة وحكومة جديدة. وأتمنى أني ما أشوف أي وزير من الوزراء الشعبيين اللي ما استقالوا، الذين لم تتحرك فيهم حمية من عشان أهل الكويت ولأجل أهل الكويت وتمسكوا بمناصبهم. ولقد حذرت بعضهم، قلت سيقطونك مثل ما قطوا غيرك، لكن للأسف ما فيهم واحد تحرك وقال هذه استقالتي، أرفض إهانة الشعب الكويتي، بل تحركوا بقوة من أجل تثبيت مواقعهم في مناصبهم الوزارية على حساب كرامتنا ككويتيين. واللي ما يحشمنا ما يستحق منا أن نحترمه، لازم يحترم الكويتيين ويعلم أن المنصب يزول. وأرجو يا أخواني أن نعلم جميعا أننا في بلد واحد، يجب أن لا نسمح لأهل الفتنة التفريق بيننا وبين سمو حضرة صاحب السمو أمير البلاد، بيننا وبين الأسرة الحاكمة، بيننا وبين رجال الأمن أخواننا المحترمين. كلنا بلد واحد. في بطانة سوء يا أخواني وأبواق الفتنة التي تريد التفريق بين الشعب الكويتي وبين الأسرة الحاكمة، التفريق بين الشعب الكويتي ورجال الأمن ورجال القوات المسلحة، حتى ترتفع أسهمهم ويقتاتوا على هذه المشاكل، لأنهم لا يعيشون إلا في جو الفتنة. نسأل الله أن يكفينا شرهم. إحنا ككويتيين كلنا أسرة واحدة، مو أسرتين، مو أسرة حكم وأسرة كويتية، حنا أسرة واحدة، أسرة الحكم الكويتيين، كلنا أسرة واحدة. لذلك يجب أن نقطع الطريق ونفوت الفرصة على تجار الفتنة من الإعلام الفاسد. ما أقول الإعلام كله، أنا لما أقول الإعلام الفاسد أقصد الإعلام الذي يسيء لأهل الكويت، اللي يطلع ويسب الكويتيين، اللي لا يذكر للرأي الواحد دون ذكر الرأي الآخر. ونحيي الإعلام الحر، ونحيي الإعلام الحر الذي يتيح الفرصة للرأي والرأي الآخر حتى لو اختلفنا معه، لا دام يتيح الفرصة هذا يعتبر إعلام مهني. لكن للأسف الشديد يا أخواني، من يدافع عن رئيس الوزراء؟ بعض من يدافع عن رئيس الوزراء يا جماعة خريجين سجون، للأسف خريجين سجون عليهم سوابق. هل هذا يشرف رئيس الوزراء ان يدافع عنا ناس متهمين بتهم خطيرة ومدانين بإدانات تتعلق في قضايا جنائية؟ احنا يا اخواني اول شيء احييكم الصراحة. اليوم انا استنشقت عبير الحرية بعدما يعني خيم علينا غبار التعسف في هالاسبوع اللي فات، لما رأيت الأمة ممثلة في مجلس الأمة تعلن تقدم طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء والحكومة، ولما رأيت بعض الأخوة النواب اللي وقعوا، وأخونا حسين مزيد اللي اليوم أعلن موقف نشكر عليه أبو علي. يا أخواني، كل نائب يتعرض للضغوط الحكومية ثم ينحاز للإرادة الشعبية يجب أن يحظى باحترامنا.
كل نائب. انا اسال باقي النواب، اسال خالد العدوة ومحمد الحويلة، واسال منو وعلي العمير بعاصم، ان شاء الله يوقف موقف اللي يعجبكم ان شاء الله، اسالهم كلهم، واسال باقي النواب اين، اسال اخواني الشيعة، اخواني الشيعة اللي حاولوا يفرقون بيننا. احنا ابناء وطن واحد يا اخوان، يجب ان نعرف هذا، نعيش بامن وامان واحترام، نحمي حرياتهم مثل ما يحمون حرياتنا. ليش الاصطفاف الطائفي؟ وينكم كلكم؟ كلكم مع رئيس وزراء؟ ما واحد يطلع منكم؟ واحد بس، واحد نبي، واحد بس نبي. الدكتور حسن جوهر، انا كنت اتوقع السيد عبد الصمد راح يقف، لكن يا ابو حسين وقفت الموقف اللي ما هقنا منك، تعلن انك مع رئيس وزراء اليوم، ما صبرت؟ ما صبرت يا ابو، صبرت يا ابو حسين؟ انا ادعو اخواني جميعا ابناء الوطن الواحد تكاتف لاسقاط هذه الحكومه، واترك المجال لمن بعدي. وعاشت الكويت حره، وعاش شعب الكويت الحر الابي، وشكرا لكم.